السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم رح نحكي عن موضوع إنشاء منتدى. كل مين حابب يعمل منتدى خاص فيه، تمام، لشيء معين، بإمكانكم اليوم تشوفوا بهذا الفيديو كيف تحسنوا تعملوا منتدى وبكل سهولة والأسهل من هيك، تمام. رح أشرح لكم إن شاء الله خطوة بخطوة، بس في خطوة التسجيل رح أشرح لكم إياها أنا فيديو، بعدين رح أشرح لكم بالصور، لأنه أنا بصراحة ما بدي أنشئ منتدى، بس في عندي حدا من المشتركين طلب مني أنه أشرح له كيف بيحسن ينشئ منتدى، فأنا هذا الفيديو عامله بطلب من مشتركين عندي بالقناة، قال لي أنه حابب يعمل منتدى. فهذا الفيديو إن شاء الله اليوم للجميع، رح أقول لكم كيف تعملوا منتدى، تمام؟ من فضلكم اللي عم يشوف الفيديو جديد اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن إذا بتريدوا. يلا خلينا نبلش، ما راح أطول عليكم. تمام، هلا أول شغلة لازم نسويها بدنا نفتح على جوجل، تمام؟ نفتح على جوجل هون. بعد ما نفتح على جوجل نكتب على كلمة أحلى منتدى، تمام؟ بس تكتب على كلمة أحلى منتدى نعمل بحث، حاطين لك هون اول شيء شوف منتدى مجاني، نكبس عليها. بعد ما نكبس على منتدى المجاني حاطين لك هون شوف الاسم، تمام، الاسم هو الموقع نفسه هون، تمام، وانت هون بتحط اسم. بس طبعا قبل ما نحط اسم نكبس على هاي اللي هون PHP BB2، تمام. بعد ما نكبس عليها عم بيقول لك هون انشاء منتدى، بتقول له هون تابع. بعد ما تقول له تابع هون عم يقول لك حط عنوان المنتدى، يعني شو بدك تسميه للمنتدى انت، شو الاسم بدك تسميه للمنتدى. لنفترض بدك تسميه مثلا منوعات، ماشي. هون تحت عم يقول لك حط الوصف، شو بيحكي المنتدى تبعك اللي بدك تعمله. خلينا نقول عن البرامج التعليمية، تمام. هون تحت عم يقول لك حط رابط المنتدى، الاسم بتخليه هون مثل ما هو موجود عندك هون. هون بتحط اذا بدك نفترض شي كلمة، شو ما نحط، محمد، تمام. بنحط هون كلمة محمد، بحط شي رقم مثلا 70، محمد 70. تحت هون تكبس عم يقولك انه انت بتحط شو بدك تختار، تختار هذا الموقع ولا اللي تحته، تمام. بنقول احنا على الموقع اللي تحته، هاي لكم مثل ما كن شايفين هون، نختاره. بعدين ننزل لتحت، هون عم يقولولك حط بيانات منشئ المنتدى، حط انه البريد الالكتروني. فانت اذا عندك بريد الكتروني بتحطه، بس الافضل ما تحط بريد الكتروني معتمد عندك وشغلك كله عليه، حط بريد الكتروني ما لك شغل فيه، يعني. تمام. راح نحط مثلا هلا بريد الكتروني، ثواني، شايفين هون هلا حطيت انا هون ايميل، تمام. بعدها حطيت ايميل وحطيت كلمة السر، بعدين بكتب له هون على كلمة لقد قرأت ووافق على الشروط الاستعمال والسياسة والقصص كلياتها، بتحط له إشارة صح عليها هون. بعدين بتقول له مصادقة، شو نسينا حطيت، مو حاطين له كلمة آت. طيب هلا عدلتها، حطيت له هون آت، هلا بنعطيه مصادقة، تمام. أعطاني هلا المرحلة الثانية، تمام. بعد ما أعطاني المرحلة الثانية عم يقول لي هلا حط كلمة السر يلي حطيتها أنا للإيميل، تمام. رح حط هلا كلمة السر. بعد ما حطيت كلمة السر أنا هون، تمام، عندي هون عم يقول لي إنه إذا أنا كنت روبوت أو أنا شخص حقيقي، فأنا هون بحط له إشارة صح إنه إيش بين كان روبوت، أنا مالي روبوت، تمام. هلا قبل ما أعمل له اكتشف منتداك بنزل لتحت، هون عم يقول لك هي الشروط تبع المنتدى، ممنوع تحط هاي الشغلات كلياتها، شايفين؟ كل شيء بالمنتدى بدك تحطه انت تستعمل هذا المنتدى، ممنوع تحط كل هالشغلات هي. ما راح اقرا لكم اياها، انا مضيع وقت على القصه، بامكانكم انتم توقفوا الفيديو عنكم تقروا هاي الشروط كلياتها، او انتم عم تساووا المنتدى ببين معكم، تمام؟
هلا خلينا نرجع ونقول له اكتشف منتداك. بعمل له هون هلا اكتشف منتداك، تمام. اعطاني هلا هي الرساله، عم يقول لي تم احداث منتداك بنجاح، لقد تم انشاء منتداك بنجاح، لكن لاتمام هذه العمليه يجب عليك القيام بعمليه التفعيل. تم ارسال مفتاح التفعيل الى بريدك الالكتروني، تمام. يعني لازم انا افوت على البريد الالكتروني انا اللي حطيته الايميل، وفي رساله بدي افتح عليها. رح اوريكم هلا بالصور كيف حكمل الشرح تبع المنتدى، لانه انا ما بدي اكد المنتدى، ما بدي افتحه على المنتدى، تمام. فانا عملت هذا الفيديو كمان كرمالكم، مشان اللي حابب يعمل منتدى هي طريقه فتح منتدى، تمام. هلا رح اكمل بقى باقي الموضوع بالصور. يلا خلينا نكمل بالصور. شايفين هلا انا هيك بيجيني رساله انه انا تفعيل انشاء منتداك، تمام. وهون تحت منه مكتوب لقد تم انشاء منتداك بهذا الاسم، هذا الرابط تبع المنتدى تبعي بنجاح، تمام. وهون عم يقول لك عمليه اتمام عمليه الانشاء بالنقر على رابط التاكيد، تمام. هلا لازم تكبس على هذا الرابط، بس تكبس على هذا الرابط يوم هو بيحولك دغري على صفحة الايميل مرة تانية، وبيطلع صوت هيك تكي لعمل انه بس تكبس انت على هذا الرابط تطلع هي الصوت اللي قلتلكن اياه. بعدين بيقلبك بيعطيك ايميل جديد، رح اورجيكم صورة عن الايميل الجديد. شايفين بيجيكم نفس الصورة هي. هون هلا عم يقولكم انه لقد تم انشاء المنتدى، بيكون محطوط اسم المنتدى تبعك الرابط، وهون كاتبين لك كمان تحت لقد تم انشاء منتداك بنجاح، يمكنك زيارته من هذا الرابط. هي الرابط تبع منتداك، اي وين ما بتحط انت الرابط تبع منتداك بتحط هذا الرابط لكم، تمام. هلا رح اورجيكم بقى المرحله اللي بعدها كيف نفتح على المنتدى شو بيطلع لنا. هلا بعد ما تكبسوا على الايميل اللي اجاكم اللي كان فيه الرابط تبع المنتدى تبعك او تبعك، تكبسوا على الرابط، تمام، ومفتحكم على هي الصفحه. هون كاتب لك كلمه اسم العضو ادمن، تمام. تحت كلمة السر بتحط كلمة السر تبع الايميل تبعك اللي حطيتها، تمام. نفس كلمة السر اللي حطيتها تبع الايميل بتحطها هون عندك. بعد ما تحطها عندك هون تكبس على تحط على كلمة تسجيل دخول، بس تحط كلمة تسجيل دخول بينقلك على هاي الصفحة الثانية. هيك بيكون هلا دخل على صفحة المنتدى، تمام. هلا نحن لازم نعدل شغلات بالمنتدى. لازم هلا هون كاتبين لك شوف فوق استقبال إدارة عامة، لازم إذا بدك تفوت تعمل إدارة عامة بالمنتدى تبعك، تعمل إعدادات، تضبط إعدادات، في كتير إعدادات وكتير شغلات. رح هلا أشرح لكم على قصة مظهر المنتدى، تمام. رح أفوت هلا عليها وورجيكم هيك شغلات إعدادات شوي فيه. هلا هون بنحط على كلمة مظهر المنتدى مشان نغير مظهر المنتدى يلي موجود عنا هون، تمام. بنحط عنه هون شايفين هاي الكلمة اللي تحت مكتوب بسيط متقدم، فبنحط على كلمة متقدم وبنكبس عليها. بس نكبس عليها بنقلنا على هاي الصفحة اللي حورجيكم اياها هلا، بس كبسنا عليها بنقلنا على هاي الصفحة. شايفين الصفحة هون موجودة عندي هلا. هون هلا مكتوب عندي اول شيء مظهر المنتدى، التصميم، تحت منا اختيار التصميم، ادارة التصميم. فنحن بنكبس على اختيار التصميم، تمام. مو هي الإشارة الخضراء محطوطة عليها، بنحط على هي اللي رح أشر لكم عليها اختيار التصميم، نكبس عليها وبنفوت، تمام. بينقلنا على الصفحة اللي حورجيكم إياها هلا نقلنا على هي الصفحة يلي موجودة هون مثل ما كن شايفين، تمام. رح أورجيكم مثلا نحن، أنتم بتختاروا أي واحد من هدول اللي بدكم إياه هون. بالإضافة في فوق عند أول الصفحة في موقع حاطي لكم يا هو موقع هيك محطوط عليه، انه تدخل على هذا الموقع في بقلبه كتير تصاميم، كمان تصاميم مجانية من المنتدى هن عاملينه، تمام. هورجيكم هلا صفحة تانية كمان. هلا بينقلنا على هي الصفحة التانية، تمام. نختار مثلا تصميم، حنختار هذا التصميم نحن هلا، تمام. بعدين نكبس له على هي الكلمة اللي تحت هون حفظ التغييرات، مكتوب عنه هون حفظ التغييرات، نكبس عليها. هون نقلنا على هي الصفحة الثانية، عم يقلنا انه انت متأكد انه من التصميم اللي بدك اياه، انه بدك تختاره، فبنقول له نحن على نعم، نكبس عليها. بعد ما نكبس عليها بنقلنا على هي الصفحة الثانية. هون عم يورجينا هلا انه نحن بعد ما اخترنا هي الصفحة الشكل تبع هي الصفحة، عم يورجينا انه نحن هون
الصفحه بصير شكلها هيك المنتدى عنا، شايفين كتير حلو، يعني شغله ظريفه ومرتبه. هاي شغله. هلا في عنا شغله تانية، مثلا بنرجع بنفوت على الصفحه الرئيسيه مثل ما كن شايفين هون الصفحه الرئيسيه، تمام، بنفوت على كلمه اداره عامه. بس نفوت على كلمه اداره عامه كمان، مثلا هون بنقول احنا مثل ما كن شايفين اي شيء بدنا نعدله، اي شيء بدنا نساويه كله موجود هون، نحسن نعدله. انا ما فيني اشرح لكم كل شيء لانه مشان ما يطول الفيديو يصير طويل، تمام، فعم بعطيكم انا شو الافكار، وانتم بقى بتفوتوا على المنتدى بعد ما تساووا، وتفوتوا على الاداره العامه، تفوتوا على الاستقبال، تفوتوا على مظهر المنتدى، انتم بتساووا اي شيء بدكم اياه وكله واضح بالمنتدى. يعني حطوا لك انه تغيير هيك، ساوي هيك، اعمل هيك، بالاضافه انه في عندهم نصائح كثير بالمنتدى، هلا حوريكم اياها وين تفوتوا عليها، تمام. هلا بنكبس على كلمه هي المنتديات، نطرح مع اشركم عليها، بس نكبس عليها بنقلنا على هي الصفحه الثانيه، بس نكبس عليها بنقلنا على هي الصفحه. مثل ما كن شايفين هون الصفحه الاولى مكتوب عنا هون الفئه الاولى، هون شان انه انت بقى تفوت وتظبط الاعدادات تبع المنتدى، تمام، يعني انه تفوت تسمي المنتدى شو بدك تسميه وشو بدك تظبط. وتحت عنا هون هي الكلمه كمان هون المنتدى الاول، اذا حابب انك انت تضيف منتدى، نضيف مشرفين، نضيف حدا عندك على المنتدى، تمام. راح اورجيكم هلا بعد ما نكبس على اول وحده هون اللي هو الفئه الاولى، خلينا نكبس عليها. هلا بس ياخذنا على هي الصفحه الثانيه هون بعد ما كبسنا على اشاره الزائد الخضراء، هون عم يقول لك انه المنتدى شو بدك، شو نوع المنتدى، شو الفئه تبعه، اعمال، تصميم، ديزاين، منوعات، قران، اغاني، يعني شو الفئه تبعه. بتكبس هون انت، بتكبس على الفئه بيطلع لك خيارات، تكبس الفئه اللي بدك اياها. تحت هون بامكانك انت تسمي الاسم تبع المنتدى تبع الفئه اللي بدك تسميها، يعني تمام. فهون في كتير معلومات كمان بامكانكم تفوتوا انتم تظبطوها على كيفكم، يعني مثل ما انكم شايفين منتدى واضح، تمام. فانتم بتشوفوا بتشافوا بتساووا اللي بدكم اياه، بتتبعوا هون هي اللي مكتوب هون شو بدكم بتساووا. هلا هون بس ترجعوا على الصفحه الرئيسيه، تمام، بامكانكم تكبسوا هون على هي الكلمة المحطوطة هون مسابقة أفضل كذا، بتكبسوا عليها هون، بتفوتوا بتلاقوا في كتير معلومات ومساعدات أنتوا حابين تسألوها عن المنتدى، وشو حابين تعرفوا عن المنتدى، شو بدكم مساعدة، شو بدكم قصص، بتلاقوها هون. حورجيكم هلا كيف بيطلع لكم، بس تكبسوا عليه بيطلع لكم هيك، شايفين هي عندكم هون خيارات كتير مثل ما كن شايفين. منتداك يعاني من مشكلة إعادة التوجيه إلى الصفحة أخرى بسبب إعلانات أحلى منتدى، ها هي طريقة التعامل مع المشكل. عندك شهادة SSL دليلك الكامل لنقل المنتدى للبروتوكول، رسائل خاصة، شايفين يعني كل شيء مشاكل، كل شيء أنتوا قصص حابين تحلوها بتفوتوا بتلاقوا هون كل الأجوبة اللي بدكم إياها، تمام؟ تمام، هلا هيك أنا إن شاء الله أكون خلصت شرح هذا الفيديو لليوم، تمام؟ ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات، وان شاء الله تكون طريقه الشرح واضحه وجيده. واي سؤال حابين تسالوا عن الموضوع بامكانكم تمام تكتبوا لي بالتعليقات، حاضرين باذن الله، تمام. رجاء اللي عم يشوف فيديو جديد اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد مشاهدات ممكنه، تمام. بالاضافه لا تنسوا تدعمونا وتشتركوا بالقناه، لانه والله عم بتعب بموضوع الفيديوهات مثل ما انكم شايفين، تصميم وقصص وشغلات وكذا، فبمعيكم لا تبخلوا علينا بالاشتراك بالقناة، تمام؟ بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.